غادي نختم هنا باش نوقف هنا لانه خد اكثر من ما يستحق. وغادي نحكي واحد القصه. واحد كنت كتحكي لينا جدنا ملي جداتي ملي كنت صغير. وهذوك باش نديروا الحلقه ديال جامع الفنا كيما كيديرها، لانه هادي غيفهم شي اخر ما غيفهموش، راه بزاف عليك. اش وقع في الدنيا؟ واش الدنيا فنات؟ قالوا لا، باقي الانسان. قالوا باقي الانسان. قالوا باقي الحيوان. قالوا باقي الحيوان. قالوا انا خرجت درت الصياح وما جاوبني حد. تحرج داك الولد، قالوا با خرج. قالوا دير الصياح، عاود صاح هذا كذب ما جاوبو حد. هو يصيح داك الابن وما يستجبوا له دوك الذئاب الاخرى. قالوا با راه الدنيا تبدلات. هذا هو التجمع الوطني الأحرار. عندنا مشكل في الخطاب، ما كنستعملوش دوك الخطابات. مع ان دابا عاد خصنا السي عبد الإله بن كيران لما يكمل يدير لنا الدروس باش يعلمنا كيفاش نديروا داك. دابا عاد خصنا السي عبد الإله بن كيران لما يكمل يدير لنا الدروس باش يعلمنا كيفاش نديروا داك. باش لا وديك الضحكه ديال السي عبد الإله هذيك بوحدها هذيك خاصنا. لكنها ضحكة أمل، وحنا تيقين في المغرب ديالنا وفي المستقبل، ولنا أمل أن نشتغل مع بعض، أن نستمر في الاشتغال من أجل هذا البلد، من أجل الإصلاحات، ونعفيكم من داكشي اللي دوزناه. وإياكم تعتقدون أن شي واحد دوز شي حاجة سهلة. شكرا لكم. الحكومة قامت بإصلاحات كبيرة جدا، كان عندي نقاش مع السيد الرئيس، إصلاحات عميقة مؤلمة. نعطيكم إصلاح واحد ما نتكلمش بزاف. مقارنة، دولة في أوروبا غير قادرة على أداء ديونها لدى مقرضيها. واش المغرب في هذه الحالة؟ المغرب ليس في هذه الحالة، لأن الحكومة استطاعت بشكل ولو مؤلم أن تقوم بإصلاحات هيكلية سمحت لماليتنا العمومية أن تصمد أمام كل الهزات والأزمات الاقتصادية والمالية في أوروبا. كاينه شي ادريس ولا ما كاينش؟